الفائز بأول سؤال هي جنى الحاج علي زقفولة. مبروك. في كتير كتبوا نفس الجواب، بس المشكلة إنه هي طلعت أول كومنت كاتبة الجواب صحيح. الجواب هو المراية، المرآة، مرور. هذا هو الجواب للسؤال. خلينا نبلش بحلقتنا الجديدة. برافو ماما منيرة، انت الذكية وبابا الغبي. واخيرا انتشر. شو انتشر؟ فيديو ماما ما انا صورتها نزلتها على اليوتيوب وهي انشهرت. كيف بدها نقول لها؟ الو، ايه انا منيرة. مغلبتين شي؟ انا اوكي. ايه انا منيرة، بس انه انا مش مشهورة. بدكم اياني اطلع على التلفزيون؟ طيب اوكي باي. محسنة. نعم ماما. مين نشر هذا الفيديو على اليوتيوب؟ سارة. سارة؟ نعم ماما. I love you very much. دايما انا بقول سارة هي ميني منيرة، ما حدا مصدق. طب اسا شوفي لك، انا انشهرت ببليك. لك طلبوني ببرنامج مفكر حالك ذكي. ياي الحمد والشكر لك يا الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يلا خلوني لكن روح زبط حالي ليجوا ياخذوني. A few moments later. ميرسي يي يلا اجوا باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محسن من برنامج مفكر حالك ذكي، واليوم عنا ضيفين شهرت جديد واللي هي منيرة. ذكية، خارقة، صبية، بس هي حاجة ام لثمان بنات وبعدها عايشة. خلينا نرحب بمنيرة. شكرا شكرا شكرا. اهلا وسهلا حجي. حجي بعينك، بعدني تنأجر. نعتذر منك منيرة. اهلا وسهلا فيكي ببرنامج اليوم. اهلا وسهلا فيك حبيبي. شو شعورك انك انشهرتي؟ شو احساسك؟ شعوري لا يوصف، تأثرت كتير من الفرحة، دموعي بلش ينزل مثل قصة. ايه الشهرة شعور حلو. خلينا نبلش. نحن هون ببرنامج مفكر حالك ذكي، نسألك اسئلة تعجيزية، ونحن هون بنصعب الاسئلة كتير، فانت ممكن تطلع من هالبرنامج خايب املك فينا. انا ذكائي ما حدا بيوصل له. تعرفوا لألبرتو اينشتاين؟ قصدك ألبرت أينشتاين؟ ايه هو. ها شو ماله ليه؟ هيدا البي اف اف اللي إلي. بس بدي قلك ملاحظة انه فيك تطلبي من حدا من بناتك مساعدة اذا علقت عشي سؤال حبيتهم هن يجاوبوا عليه انت ما كنت عرفيته، وفيك تسألي مرة المتابعين. فبنبدأ بأول فقرة واللي هي فقرة الفوازير. السؤال الأول: الكثير يسمعني، لا أحد يراني، ولن أتحدث حتى تتحدث أنت. أوف، ليه هالقد عنيف؟ ما بيحكي أنا أحكي يعني ولا كيف؟ عرفتها. شو ده الصوت؟
هل أنت متأكدة؟ 100%. الجواب صحيح. ننتقل للسؤال التالي. ما هو الذي يمشي أمامك ولا تراه؟ الهواء. ليك حبيبي، صعبني شوي، أنا بمشي على الصعب ما بمشي على السهل. طيب، الجواب صحيح. خلينا ننتقل على الجواب الثالث. على السؤال الثالث اللي هو الأخير بهيدي الفقرة، واللي هو: ما يوجد في وسط باريس؟ لحظة، قلنا لك صعبهم بس مش هالآن، خليني أفكر فيها. يا منيرة، باريس بوسطها شو في؟ برج إيفل. بس إذا بدنا نصعبها شوي بيطلع حرف الراء. راحك رح ينفخك الحرف الراء. برافو منيرة. خلينا هسا نروح على الفقرة الجديدة لأنك خلصتي فقرة الفوازير. صرنا بفقرة الألغاز. السؤال الأول بفقرة الألغاز: شخص عمره 4 سنوات وأخته عمرها نصف عمره، أصبح عمره 100، فكم عمر أخته؟ 98. ما تناقشني. والله منيرة طلعت كثير ذكية، أنا بلشت خاف. أنا منيرة حبيبي. خلينا ننتقل للسؤال الثاني. قتل أحمد يوم الخميس بعد الظهر عند استجواب الأشخاص الذين كانوا في منزله. قالت الزوجة أنها كانت تقرأ كتابا، وقال الخادم أنه كان يتحمم، وقال المزارع أنه كان يسقي الزرعات، وقال الطباخ أنه كان يجهز الفطور. فمن هو القاتل؟ أكيد سهمي، وأنا بعرفها. لحظة لفكر. 2 hours later. منيرة، الوقت عم بيروح منك، ما عنا وقت كتير. بدك تطلبي مساعدة تطلبي، بدكش بدك تطلع من البرنامج لأنك حتخسري. بدي استعين ببنتي محسنة، خلينا ندق لها. الله أكبر الله أكبر. ليه ما عم بردوا هالبلاوي؟ قلتلكن من الأول إنه الله عطيني بلاوي، الله عطيني بلاوي مش بنات. منيرة، بما إنه ولادك ما ردوا، فيك استعيني بالمتابعين. طيب، يا متابعين ساعدوني وأنقذوني، حلولي هيدا اللغز وحطوه تحت بالكومنتس خليني أربح. يلا بسرعة ساعدوني.